ولتسليط الضوء على مناشدة الطلاب العراقيين العالقين في لبنان، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي لإخلائهم بسبب وباء كورونا، ينضم إلينا من بيروت الطالب عبد الرحمن الوليد. مرحبا بك معنا. حياك الله يا أهلا وسهلا. وجهتم نداء لإجلائكم من لبنان بسبب أزمة كورونا، ما طبيعة الأزمة الموجودة الآن، وهل من توضيح حول خطورة الموقف؟ في البداية يعني صدرت قرارات تعسفية من قبل وزارة التعليم العالي بإيقاف أو تعليق اعتماد الشهادات أو الدرجات العلمية الصادرة من بعض الجامعات اللبنانية. وطبعا هاي الجامعات ردا على هذا القرار التعسفي طالبت جميع الطلاب، هناك يعني الكثير من طلبة الدراسات العليا وخاصة في مرحلة الماجستير، يعني يقدر عددهم بالآلاف، طالبتهم في الحضور إلى لبنان رغم الأوضاع الصحية البائسة. ناشدنا الكثير، ناشدنا وزارة التعليم العراقي في العراق ولكن لا جزاء، ناشدنا الملحقية الثقافية لا جزاء، ناشدنا كذلك الجامعات مسبقا، صارت انها قرارات عراقيه بحته ولا نستطيع ان نغيرها. نعم. هل تواصلتم مع السفاره وماذا كان ردها السفاره العراقيه في بيروت؟ بصراحه تواصلنا مع الملحقيه الثقافيه في بيروت. نعم. ولكن هذا كانت لا جدوى، في كل مره نتواصل معهم، نواجه قرارات متجدده، نواجه قوانين جديده، ونحن كطلبه يعني في لبنان حاليا لا نعرف على اي كتاب او على اي قوانين على اي تشريعات تجري الامور، يعني نحن الان في حيره من امرنا، يعني لا نستطيع البقاء هنا ولا نستطيع الاستكمال. ماذا كان ردهم؟ استاذ عبد الرحمن، دائما كما ذكرت هناك قرارات وقوانين متجدده، يعني نحن الان الطلبه يعني لا توجد قوانين واضحه ولا توجد قرارات جديه او فعليه نستطيع ان نسير عليها. نعم. طيب متى اخبرتم يعني السفاره بان هناك مشكله، وما طبيعه المطالب التي ترفعونها الان؟ بماذا تطالبون؟ طبعا بدأ الأمر من أكثر من شهرين قبل أن نأتي إلى لبنان، ولكن لا جدوى من المضاربات أو المناشدات، أجبرنا على المجيء إلى هنا رغم الأوضاع الصحية. أنا شخصيا أصبت بكورونا هنا، ولكن لا جدوى من المناشدات كما ذكرت. نعم، يعني هذه المطالبات لم تجد صدى، ولا تتوقعون أن تجد أي استجابة؟ كانت مطالباتنا هي باستكمال على الأقل هذا الكورس، استكماله أونلاين أسوة بباقي الجامعات مثل الجامعات الإيرانية، لأن الجامعات الإيرانية في تستكمل الدراسة عن بعد. نعم. إلكترونيا. عندما نتحدث ونشارعهم في هذه القوانين نقول، يقولون لنا هي تعود الى الجامعات. نحن تكلمنا مع الجامعات وقالوا لنا نحن ليس لدينا اي مشكله، والقرارات هي قرارات عراقيه بحته. نعم. اشكرك جزيلا استاذ عبد الرحمن الوليد الطالب العراقي في لبنان، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.